ولكن عمر رضوان الله عليه الفاروق رضوان الله عليه يؤدب نفسه بأدب الدين ويخشى على نفسه النفاق. يذهب إلى صاحب السر إلى حذيفة بن اليمان، يقول له: يا حذيفة نشدتك الله، يعني حلفتك بالله العلي الأعلى بذي القوى والقدر بذي الجلال، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يا عبد الله يا ضعيف يا ضعيف يا ضعيف، أأنت أقوى من عمر؟ يخشى على نفسه النفاق، أتهمت نفسك يوما بالنفاق وخفت على قلبك منه؟ أتهمت نفسك بالرياء يوما وخشيت على قلبك من الوقوع في حمأته؟ أتهمت نفسك يوما بأنك تعمل لغير الله رب العالمين وخشيت من مغبة ذلك وعاقبته؟ عمر في جلالته وفي عظيم منزلته عند الله رب العالمين يذهب إلى صاحب السر حذيفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه بأسماء المنافقين، يقول: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني أنا منافق ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فيقول حذيفة: اللهم لا، ولا أزكي أحدا بعدك أبدا، رضوان الله عليهم جميعا. يا ضعيف اتق الله رب العالمين في ضعف قلبك، يا ضعيف اتق الله رب العالمين في منفك عزيمتك، يا ضعيف اسأل الله رب العالمين أن يقوي إيمانك، يا ضعيف اسأل الله جل وعلا أن يثبت أركانك، يا ضعيف اسأل الله جل وعلا أن يأخذ بيديك هاديا قلبك إلى سبيل الله المستقيم. عباد الله، في هذه الأيام العصيبة علينا أن ننقي قلوبنا راجعين إلى الله مولانا وربنا، دائم الأخذ بالدعاء لرب الأرض والسماء. نسأل الله رب العالمين في كل حين وحال أن يرفع الله رب العالمين الكرب عن الأرض.